محاولة لتلافي الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى، خاصة ما يتعلق بسوء التنظيم. الناخبون اصطفوا هنا في مقاعد بانتظار النداء عليهم للإدلاء بأصواتهم بعد أن حصل كل منهم على رقم لرقم التصويت. أما من ينده عليه في الميكروفون فإنه ينتظم في صف أمام اللجنة كما نرى الآن، وهو كله بالطبع كل ذلك تحت تأمين كامل من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة. ليجي عشان أقول لا. ليه لا؟ لأنه قسم البلد وفي بنود كثيرة ضد الناس، مفيش توافق للناس كلها، المجموعة معينة بس. كان في كلام كتير على حكاية عدم وجود قضاء على كل اللجان. القضاء متوفرين وبكثرة. نعم متوفرين وبكثرة، كل الكلام ده غير صحيح. طب والشكاوى من سوء التنظيم؟ سوء التنظيم، بقول التنظيم زي ما انت شايف هو حاجة جميلة. وفي أي مشاكل لحد دلوقتي؟ لا لا الحمد لله، هنا الناس كلها كويسة الحمد لله، والأمور ماشية على ما يرام. وعملية التصويت، الناخب يتوجه إلى الكشوف للتحقق من شخصيته، ثم يمنح بطاقة اقتراع مختومة كما نرى الآن، ثم يتوجه بعد ذلك للإدلاء بصوته هنا ويحصل على بطاقته الشخصية بعد أن يخمس يده في الحبر الفسفوري. استفتاء يرونه مصيري، لهذا جاء كل هؤلاء إلى هنا إلى لجنة التصويت في المنيا للإدلاء بأصواتهم، لأن هذا الدستور ستكون نتيجته مفصلية بالنسبة للبلاد كلها، أو على الأقل هذا ما وعدوا به. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، المنيا جنوبية مصر.